دكتور، بصفتكم خبير في التغذية، كيف تكون التغذية المتوازنة خلال هذا الشهر الفضيل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. على الأقل يجب أن تكون تغذية سليمة وطبيعية، لأن لا يعقل يعني أن يصوم الناس مدة طويلة 15 إلى 18 ساعة في اليوم، ثم لما يأتي الشخص يفطر تجد في الموائد مواد محملة بالمضافات الغذائية والمقليات، يعني في الزيوت التي محملة بالبيروكسيدات، وكذلك الحلويات محملة بالميلانويدات، ثم الأكريلاميد من بعض الخبائز وما إلى ذلك، ثم عدم تجانس التغذية. أنا نجد فواكه مع لحوم أو أسماك، ثم مشتقات الحليب مع بيض مسلوق. فهناك يعني عوامل خطيرة في يعني تظهر في أثناء شهر رمضان. فكان يعني مع الأسف كان على العلماء أن يبينوا للناس هذه المقاصد الكونية، أو أن يفسروا السنة الكونية، فما بينوا المقاصد الشرعية للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وشهر عبادة ورحمة وتقرب. نعم، ولكن لا يمكن أن يكون هذه الشعيرة الدينية لا يمكن أن تكون بدون مقاصد كونية، فمن المستحيل، جميع العبادات لها مقاصد كونية كذلك. فعلماء يعني فسروا هذا الصيام من الناحية الشرعية، والكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن لم يبينوا كيفية الصيام. يعني تركوا الناس يتصرفون، يكفوا عن الأكل هذه المدة، ثم يعني بعدها يتصرفون، يعني يأكلون كل الليل فجاز لهم. هذا خطأ، يعني يجب أن تكون كذلك سنة كونية تفسر أثناء الليل كيف يفطر الناس وكيف يقبلون على الأقل على الأكل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نفطر، وإلى أحد الآن كل العلوم وكل الأبحاث العلمية عاجزة عن يعني عن هذه الأشياء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب أو التمر، فإن لم يجد حسوات من الماء، معنى حسوات جرعات، يعني مش نصف لتر مش لتر، يعني ثلاث أو أربع جرعات من الماء. وطبعا هذيك الساعة يعني وقت اللي كان نزل فيه الوحي، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش ثلاجة ولا مبرد ولا أي شيء، كان الماء على حرارة عادية، والحرارة كانت في يعني شبه جزيرة العرب تقريبا تقترب من الأربعين، يعني فوق الأربعين، ربما تصل إلى 50 درجة. فيجب أن يكون الماء هكذا، يكون الماء على هذه الحرارة. لماذا؟ لأن الماء لما يكون ساخن، مش ساخن، ممكن دافئ، لما يكون على حرارة 30 مثلا فهو يمر بسرعة ويصل بسرعة إلى الدم. لما يكون بارد على درجة 16 ينتظر في المعدة حتى يصل إلى 30 درجة، لا يمكن المعدة لا يمكن يعني أن تترك هذا الماء يمر من القناة الاثنا عشرية إذا لم يصل إلى درجة 36. فكلما تعطل في المعدة كلما تحمل بالحموضة، حموضة المعدة، فهو يأخذها إلى الأمعاء. فالمعدة تعمل على pH، على حموضة 2، الرقم الهيدروجيني هذا، على 2 أو 1.9، هناك من مثلا الفاصل الدموي أو عنده معدة قوية الحموضة تصل إلى 1.8، يعني هنا pH. ثم الأمعاء تعمل على pH 8.2، يعني على هذا الرقم الهيدروجيني. فهذه الحموضة لما تنزل إلى الأمعاء طبعا فهي تخفض من هذا الرقم الهيدروجيني إلى 6 مثلا أو 5.5، فالأمعاء تتوقف عن العمل، لا تكمل عمل المعدة. لأن المعدة لا تعمل شيء إلا هضم البروتينات إلى مستوى بيبتيدات، ثم في المعي الدقيق هذه البيبتيدات تتحلل بالكالباين والكاتبسين والكاسف إلى حمضيات أمينية حرة، والحمضيات الأمينية يعني يمتصها الدم ثم يأخذها الجسم في البنيات والأنزيمات وما إلى ذلك. فطبعا لما لا يتعمل الأمعاء فيكون انتفاخات، يكون تخمرات لما يتعطل عمل الأمعاء، وعمل الأمعاء مرتبط بعمل المعدة. فهذا شيء بسيط لما نتكلم عن ماء بارد فقط. ثم لما نتكلم عن خلط المواد الغذائية، لما نأخذ سكريات بسيطة، السكريات البسيطة تمر مع، لأنها دائبة في الماء، هي تذوب في الماء ثم تمر مع العصارة المعدية مباشرة إلى الأمعاء ثم تصل إلى الدم. إذا أخذنا لحوم فلا تصل إلى الدم إلى بعد 6 أو 7 ساعات، لأن الهضم يستغرق 5 ساعات إذا كانت معدة قوية، ما أكثر من ذلك. النشويات مثلا تأخذ وقت، لأن هذا الستارتش يعني هذا النشا يتحلل في الفم بالأميليز ويكمل، يعني المعدة تكمل هذا العمل تحت تأثير الحموضة، فالنشا يتحمل تحت تأثير الحموضة الحمض الهيدروكلوري في المعدة، يحلل كذلك هذا النشا المالتوز والنشا إلى سكر جلوكوز.
يعني هذه ميكانيزمات للهضم، يعني ولنتصور هذه المائدة اللي فيها كل شيء وبكثرة، يعني المائدة لا تعرف كيف تعمل في هذه الأشياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب، الرطب هي التمر يعني في الجني لما يجنى بقي يعني فرش يعني بقي يعني طري، يكون فيه فيتامين سي مرتفع ويكون فيه فيتامينات مرتفعة أكثر من التمر اليابس، التمر العادي يعني. لكن إذا لم يجد رطب أفطر على التمر كذلك، فالتمر فيه أشياء ناقصة بالمقارنة مع الرطب ولكن برضو يعني جيد في الإفطار. ولماذا التمر وليس العسل وليس الحليب وليس أي شيء آخر؟ لماذا لم الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفطر بالعسل ولم يفطر بالتمر؟ فأفطر بالتمر لأن التمر هو المادة بالماء، والتمر لأن هذه المادتين هما الوحيدتين اللتين يمرا بدون هضم، لا تكل الماء والتمر لا يكلف المعدة. يعني مباشرة إلى الدم. يعني التمر فيه ألياف غذائية، فيه سكريات بسيطة، فيه أيودين هذه اليود، فيه فيتامين بي، فيه أملاح معدنية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، فيه أشياء هذه تمر مباشرة إلى الدم. يعني والألياف الألياف تبقى في المعي الغليظ فترطب المعدة، لا يكون إمساك ولا يكون يعني هي يعني تحفظ الجدار المعوي من الجذور الحرة. عجيب. هذا التمر. المعدة أي شيء يسقط فيها تبدأ تفرز مادة البيبسين، هي الكيموتريبسين علي على شكل كيموتريبسين. أي شيء يسقط فيها يعني تبدأ تفرز، فإذا سقط الماء فهي تفرز الكيموتريبسين وتستعد للهضم. إذا سقط اللحم مباشرة فالمعدة لا تجد وقت في إفراز البيبسين، لا يمكن أن تهضم اللحم مباشرة، يجب أن تكون مستعدة 15 أو 20 دقيقة قبل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على الرطب أو التمر أو الماء، هذه هي المواد التي يجب أن نفطر عليها، ثم يقوم لصلاة صلاة المغرب. والصلاة كانت تستغرق وقت، مش يعني صلاة ثلاث دقائق، كلما استغرقت وقت كلما كان جيد، يعني 10 أو 15 دقيقة يكون أحسن. لماذا؟ تكون هذه المواد وصلت إلى الدم وذهب الكسل والارتخاء والضجر والقلق وكل شيء، يكون يعني إنسان مرتاح لكي لا ينقض على المائدة، لكي لا يكون هلع أو يعني هذا التهام. يعني هذه المائدة أكل بسرعة والخلط. هذا من جهة. من جهة أخرى أن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن موائد مختلطة، كان أكل واحد أو اثنين، أكل بسيط ولكن قوي، كان تمر شعير زيت زيتون بعض الخضر وحتى بعض لبن، لبن الإبل ولبن الأغنام يعني وقت ذاك، فلم يكن موائد مختلطة. فكان الصيام آنذاك لم يكن الناس مرضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمراض المناعية والأمراض التي تترتب عن كثرة التغذية، ومع ذلك كان الناس يصومون صيام يعني جيد. فهذه السنة الكونية، نحن اتبعنا السنة الشرعية الكف عن الأكل والشرب وشهوتي البطن والفرج، ولكن لم نكف عن كثرة الأكل في الليل. كانت هذه السنة الكونية يجب كانت عليها أن ترافق السنة الشرعية اللي هي الصيام بالنهار، لكن الليل كذلك كيف نعمل؟ فمع الأسف العلماء ترك الناس هكذا يأكلون ويشربون طول الليل، فلم ينظموا هذا الأكل بالسنة الكونية. يعني يقولوا للناس مثلا يجب أن يكون حتى أثناء شهر رمضان يجب أن يكون الأكل قليل، ليس الصيام فقط، الصيام وعدم الإسراف. أنا أقول شرط يعني الكف عن شهوتين ليس كافي يكون الصيام صحيح. الصيام الصحيح هو طبعا الصيام الشرعي الكف عن الشهوتين ثم عدم الإسراف في الأكل في الليل، على الأقل يكون الصيام بمواد طبيعية خلقها الله، لأن هذه شعيرة دينية، يكون الصيام بما خلق الله، ليس هناك مشكل. فواكه، خضار، ماء، يعني فواكه جافة، نشويات، قطاني، أي شيء، سمك، أي شيء، ماشي مشكل، ولكن أشياء خلقها الله. أما الأشياء التي صنع الإنسان فرمضان يطرح السموم من الجسم، يجعل الجسم يتخلص من السموم من الزوائد. كيف أنك تصوم وجسمك الآن يعني مهيئ ليطرح السموم وأنت تعطي سموم في الليل؟ فعلى الأقل يجب أن يكف الناس عن تناول هذه السموم، مواد سامة هي معروفة، يعني هذه معروفة مضافات غذائية، هذه مبيدات بلاستيك، المواد التي تأتي يعني من الطبخ مثل البيروكسيدات، مثل الأكرالاميد، مثل الميلانويدات، مثل هذه الأشياء التي يعني حتى المواد التي تسبب حموضة الدم هي المواد التي تستهلك في رمضان مع الأسف بكثرة، هي اللحوم والسكريات. فلما نجد في الموائد مثلا أن الشخص صائم لمدة 16 ساعة مثلا، نأخذ شوية يعني أحسن،
ثم في طعام الفطور نجد 30% أشياء مقلية في الزيت، يعني ما وضعناه على المائدة. 30% في الماء، نعم، في الموائد مقلية في الزيت، نعم. 30% حلويات وسكريات، نعم. ماذا بقي؟ لا شيء، يعني بقيت الأشياء الأخرى اللي هي لحوم أو سمك أو بيض، وحساء. إذا أضيفت لهذه الأشياء أخرى فستكون الكارثة. لماذا؟ لأن المعدة لا تعرف يعني من أين تبدأ، لا تعرف ما تفعل، نعم. يعني السرعة في الأكل، اختلاط الأكل، الأكل لما نقول اختلاط، أن الاختلاط في عدم تجانس، مثل الفواكه مع اللحوم، مثل النشويات مع اللحم، مثل الحليب مع هذه أشياء لا تتجانس. يعني التجانس لما تكون المادة لوحدها فتمر من المعدة، لما تنتهي المعدة من هذه المادة ممكن نأخذ مادة أخرى، ليس هناك مشكل. مع الأسف الشديد أن أسوأ عادة غذائية عندنا، مش في المغرب، عالمية، هي عالمية، أسوأ غذاء، وإلى حد الآن جميع علماء التغذية نحن بالمرصاد لهذا، ولكن لم يتبعنا الناس مع الأسف. أسوأ عادة غذائية هي اجتماع اللحوم مع الفواكه، هي لما نأخذ هذا اللي نسميه في المغرب ديسير، لما نأخذ فواكه بعد الوجبة الثقيلة، هذه أسوأ عادة غذائية، يعني هذه معروفة. نعم. أما اللحوم يجب أن نكتفي بها لوحدها لنترك المعدة تعمل عملها كما ينبغي. إذا أضفنا إلى اللحوم أشياء أخرى فالمعدة لا تعمل عملها كما ينبغي. إذا أضفنا فواكه بعد اللحم فهذه الفواكه هي سريعة الهضم، لا تتطلب أي طاقة ولا أي وقت، فالمعدة تأخذ هذه الفواكه، يعني ثم اللحوم تبقى هناك بدون هضم مع الأسف، أو ربما تتعطل هذه الفواكه في الامتصاص فتبقى هناك، فيقع مشكل انتفاخ ومشكل عسر في الهضم، كنسميه هنا الأوبسيت، هذه يعني انزعاج، يعني الناس ينزعجون لما يأكلون بكثرة ولما يملؤون المعدة أثناء شهر رمضان، يحسون بانزعاج، هذا شيء يعني واقع هذا. يعني النصيحة الصائبة، وكي نصوب الناس ونصحح هذه الأشياء، أنا أؤكد على هذه السنة الكونية، أن يجب أن يصوم الناس، فهم يعرفون كيف يصومون، أنا لا أتكلم من ناحية الشرعية، فالعلماء الحمد لله يعني وروا الناس كيفاش يعني يصوموا رمضان، يعني هذا الكف عن يعني المبطلات. النصيحة اللي غتعطي طبعا الناس هي التغذية السليمة في رمضان، نعم. لأنك تلقى كما ذكرتي دائما، كتذكر أنت دكتور، كتلقى 25 طبق فوق المائدة. نعم، هذا لا يعقل، هذا ليس رمضان، هذا لا يعقل، يعني هذا لا يعقل، لا يعقل، يعني ما شاء الله. ولكن الناس يعني هذه غريزة، الناس أصبح لديهم هذه ثقافة، أصبحت لديهم ثقافة، ويعني ربما يقلق لما لا يجد المائدة فيها 25 صحن. هذا مع الأسف الشديد، أن رمضان ما لازم يكون في موائد مملوءة في رمضان، يعني يجب أن يكون أشياء قوية، مش ما يأكلوش يأكلوا، ولكن أشياء قوية، كما قلت سلطات، تكون خضر، فواكه الآن الفصل الصيف، هو الجسم لا يحتاج بروتينات، والجسم لا يحتاج طاقة في فصل الصيف، الجسم يحتاج أملاح معدنية وفيتامينات وماء، وماء، نعم، يعني فواكه هي الموجودة في الفواكه. ثم عليين عندنا وجبات في المغرب جيدة، مثل مثلا حساء الفول وحساء الشعير، هذه اللي نسميها الحريرة، نعم. الحريرة هذه فيها قطاني، فيها مقدونيس، فيها شوية زيت الزيتون، عدس، حمص، أشياء، هذه كافية، هذه كافية، هذه كافية، صحن كافي لصيام 16 ساعة. سبحان الله، كافي جدا، كافي مع التمر، يعني في قطاني، يعني فيه نشويات، فيه أشياء، فيه كل الأشياء هذه، فيه طماطم، فيه أشياء. إذا أضاف الناس معها في الليل مثلا ماء وفواكه فسيصومون بسلام. أثناء شهر رمضان يجب أن تكون التغذية بدون مضافات غذائية، بدون بيروكسيدات، يعني بدون مقليات، بدون ميلانويدات، بدون حلويات، يعني إلى الناس يعني حذفوا هذه المواد، يعني شيلوا تماما يعني حلويات ومقليات، يكون صيام صائب. هذا لا بأس، كان الناس يعملون ويعني يأكلوا لحوم ولا شيء، ولكن يجب أن يأكلوا لحوم يعني مع مواد تتجانس معها، إذا أكلوا لحوم في طعام الإفطار فلا يخلطوا معها حلويات ومقليات، إذا ممكن يأكل اللحوم ولكن لا يخلطها مع الحلويات والمقليات، يعني يأخذها لا بأس، ماشي مشكل. ثم يأكل الفواكه في الليل، يشربوا شاي، يشربوا لويزا، يشربوا ماء، يشربوا أشياء هكذا، جيد. ثم طعام السحور، هناك من يتخذ السحور وجبة، السحور ليس وجبة، ليس وجبة غذائية متكاملة يجلس الناس للموائد ويأكلون في السحور، ليس وجبة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتسحر، فيقول ويأمرنا بالسحور، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نتسحر. وهذه شيء مهم في علم سيكولوجيا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة،
كلمة بركة تعني على أنك تتسحر بأشياء بسيطة، يعني بركة تعني أشياء بسيطة قليلة. ربما تشرب شيء الماء قليل. فقط. نعم. شرب ماء، شرب يعني كوب من اللبن الخض هذا البلدي في المغرب. تأكل فواكه، تأخذ شاي، تأخذ أي شيء بسيط يعني مش مشكل. كان الناس يأخذون هذا اللي يأخذون خبز شعير مع زيت زيتون ولا شيء، ماشي مشكلة، شيء بسيطة في السحور. لماذا؟ لكي لا يتجر الناس يعني لما يستيقظ في الصباح ويقول أنا ما تصحرت وأخاف من الجوع، فالحالة النفسية يكون يعني مطمئن. لما يتصحر الشخص يكون مطمئن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذه التعاليم، هذا شيء يعني هذا شيء عجيب. في وجبتان في رمضان فقط، ليس هناك ثلاث وجبات، ليس هناك عشاء، وجبة العشاء في رمضان وجبتان هما الفطور والسحور، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن نعجل الإفطار، شوف يعني شوف الإسلام شحال رحيم، يعني أن بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر ليس بالضرورة أن يكمل الأذان، بمجرد ما يقول الله أكبر انتهى الصيام تفطر، ليس بالضرورة أن يكمل الأذان. يعني شوف يعني ما شاء الله الفطور يعني نعجل الفطور. نعم نفطر. صايم تقريبا وأنا أوصي الناس بأن يفطروا ثم يصلون. نعم. فطروا يعني صلاة المغرب 15 دقيقة ما فيش مشكل، يعني بعد العلماء مشوا 30 دقيقة، ليس هناك مشكل، ليس هناك مشكل. ولكن أنني يعني أصلي بسرعة فائقة لكي أفطر فهذا خطأ. أفطر ثم أصلي مطمئن يكون أحسن. أفطر بفواكه وماء ونبات وأطمئن ثم أصلي، وأصلي صلاة المغرب صلاة جيدة. ومن بعدها إن شاء الله ليس هناك أكل، بعد التراويح أكل فواكه وأكل شيء جيدة ثم يعني كفى ويكون صيام جيد. هذا هو الصيام الذي ينعكس إيجابا على الجسم، هذا هو الصيام الذي يجعل الجسم يطرح السموم ويوقف الأمراض المناعية، يخفض الأمراض المناعية وكذلك يوقف السرطانات. هو الصيام بالنبات بالمواد الطبيعية وبعدم الأكل في الليل وبعدم اقتناء المواد المحملة بالمضافات الغذائية والملونات والمحفظات وما إلى ذلك، السكريات على أين. فإذا كان الأكل طبيعي ونباتي أثناء شهر رمضان، وقليل كذلك يكون الأكل قليل أثناء شهر رمضان، كلما كثر الناس من الأكل كلما صاموا بصعوبة. سبحان الله. فليجربوا. أنا ما أقول كلما كثر، هذه أشياء سيكولوجية يعني في الشغل، أشياء يعني نحن في علم التغذية الحالة النفسية تؤثر كثير في علم التغذية. يعني العديد من الأشخاص يقول لك أنا تسحرت يعني في واحد الوقت متأخر وأكلت ولكن في الصباح أحسست بالجوع. هم الناس الآن يشربون الماء بكثرة ويأكلون بكثرة لكي لا يجوعوا ولكي لا يحسوا. يعني هذا هو المقصود. هو خطأ. لا نعطش، لا نحتاج الماء إلا لما نأكل. يجب أن يعلم الناس هذه القاعدة الغذائية. بالنهار لا تحس بالعطش، من المستحيل تحس بالعطش لأنك لا تأكل. فإذا أكلت تحس بالعطش، لأن لما تأكل فالاحتراق ميتابوليزم استقلاب الأيض هذا، فالاحتراق يعني الأكل داخل الجسم هو الذي يطلب الماء فتحس بالعطش. أما إذا لم تأكل فالجسم لا يحتاج ماء، إذا أكلت في الليل وشربت الماء جيد فبالنهار إن شاء الله. ولكن هناك من ينصح الناس ويقول لم تأكل جيد بالليل، فماذا يعنون بتأكل جيد؟ هل تأكل كثير؟ هل تأكل متنوع؟ هل تأكل طول الليل؟ ماذا يعنون بجيد؟ الأكل الجيد هو الأكل القليل، هو الأكل النباتي، هو الأكل المطهي في المنزل، هو الأكل يعني الطازج. مثلا السلطات، الأشياء التي تؤكل طازج، الخضر التي تؤكل طازجة أحسن من الخضر التي تطهى، لأن الطازج حي، فيه أنزيمات وفيه أشياء حية فهي تحيي الجسم. الفواكه تمتاز على الخضر. لماذا؟ الفواكه تمتاز على الخضر بكونها طازجة. أننا نأكل الأنزيمات، الخوخ مثلا. نعم. الناس كيشوفوا الخوخ أنه يتحلل بسرعة، لماذا يتحلل بسرعة؟ نعم. لأنه فيه أنزيمات. نعم. يتحلل بسرعة لأنه فيه أنزيمات. الناس يرون جميع الأشياء التي تتحلل بسرعة هي فيها أنزيمات قوية، مثل السمك مثلا، سمك فيه أنزيمات قوية يعني يتحلل بسرعة. نعم. هذا ولحمه ما فيش كولاجين، لحم السمك ليس فيه كولاجين يعني ما فيش هذا، ولحم رطب وطري فيتحلل بسرعة لأن الأنزيمات هذه تبقى فيه وتحلله يعني بسرعة، البروتين البروتياز. نعم. هذا اللي يعني طريقة التغذي في رمضان يجب أن تتبع العبادة. نعم. نقلل من الأكل كي تكون العبادة جيدة. نعم. رمضان للقيام وليس للأكل والسهر ولعب الأوراق المقوى إلى ذلك في المقاهي وإلى ما شابه. فالناس يسهرون ويأكلون ثم يقولون بأن رمضان للعبادة، هذا تناقض. رمضان للعبادة إذا قللوا من الأكل وإذا قاموا في الليل وإذا قرأوا القرآن وإذا تصدقوا على الناس وإذا أحسنوا وإذا كفوا أفواههم على الناس. أكيد. يجب أن نكف على الأقل من الكلام هذا يعني الجارح يعني الشتم والسب وشيء أثناء الصيام. مع الأسف يعني مع الأسف الشديد أن كما قلت أن الجوع يحدث اضطراب عصبي عند الشخص،
وأن يصبح سريع القلق ويصبح ضجر ومتوتر، وأن وهذا هذه هي الشيء الذي من أجله جاء رمضان، لأن الأكل هو إدمان. لا أدري إن كان الناس يعلمون هذه الحقيقة، هو الأكل إدمان، بما أن الناس يأكلون يعني طول الوقت ويفكرون في الأكل فهو إدمان على الأكل. فرمضان جاء ليكسر هذا الإدمان على الأكل، يعني الفطور فيما عدا رمضان عندنا الفطور والغداء والعشاء، وعندنا وجبات تتخلل يعني مع العشرة ومع الربعة، فهذا إدمان على الأكل طبعا. إدمان على الأكل، لأن الناس مدمنين على الأكل. طبعا كيخرجوا الأسواق كيشتروا أي شيء أكيد، وإذا خرج الشخص إلى السوق ساعتين قبل الآذان المغرب مشكلة كبيرة، أكيد سيشتري كل شيء، عادي طبيعي جدا، لأن غريزة، لأن نعم هذا الشيء اللي كيشتري لا يأكل. نعم، إذا اشتراه فيجب أن يأكله طبعا، لا اشتراه قد يأكله يعني طبعا ما يمكنش ما يأكلش. فإذا كانت الموائد مملوءة فالناس سيأكلون، لكن أن تكون المواد يعني قوية في الموائد، ما تكونش مملوءة ولكن تكون في مواد قوية وجيدة، نعم يكون أحسن. إيش هذه المواد الجيدة؟ هي الفواكه، هي المواد الطبيعية، هي الخضر الطازجة، هي الأشياء الخفيفة التي تعطي للجسم طاقة، تعطي أملاح، تعطي فيتامينات، تعطي ماء. ليس الأكل الجيد هو أنني نأكل يعني 25 صحن، والأكل الجيد ليس هو اللحوم، والأكل الجيد ليس هو المأكولات يعني الباهظة الثمن أبدا. فعاش الناس بالشعير والتمر والماء، وليس لديهم فقر الدم ولا هشاشة العظام. طبعًا طبعًا. يعني الناس الآن الذين لديهم فقر الدم هم الذين يأكلون اللحوم يوميا، في البوادي لا يأكلون اللحوم يوميا، ليس لديهم فقر. نعم، وعكس تماما، عكس تماما، يجب أن يعلم الناس هذه حقيقة علمية، هذه ليس فيها يعني نقاش. الذين يأكلون اللحوم يوميا هم الذين لديهم عدم امتصاص الحديد والكالسيوم. غالبا الإنسان يكون عنده فقر الدم كيصحوا يأكل بروتين. لا، والذين لا، والذين المدن هم عندهم فقر الدم، والمدن يأكلون اللحم يوميا. هذه هي الحقيقة عجيب، يعني الحقيقة الغائبة عن الناس، أن الناس الذين يأكلون لحوم يوميا هم الأشخاص الذين لديهم فقر الدم ولديهم هشاشة العظام. لماذا؟ لأن امتصاص الكالسيوم، نعم، الفيتامينات والأملاح لا تمتص لما يكون نسبة البروتينات مرتفعة، هذه معلومة، هذه يعلمها الناس كلهم. لما يكون يعني كمية البروتينات مرتفعة فهي تحجب امتصاص الفيتامينات وتحجب امتصاص الأملاح، والأملاح القوية مثل الحديد والمغنيسيوم ومثل الكالسيوم. فهذا هو التناقض، الناس لا يعلمون هذه الأشياء. ثم التناقض الآخر هم الناس كيبقى يأكل ويشرب باش يدير تقريبا عليهم، باش يأخذ يعني تخزين هذيك الأكل باش في النهار يعني يهضم. هذا خطأ، لأن المعدة بعد 5 ساعات فهي فارغة فارغة، تصبح فارغة. وكلما كثر الأكل تصبح المعدة ليس فارغة فقط، وإنما تبقى تحمضات وغازات وأشياء هكذا. وكيلاحظوا الناس اللي كيصوموا بالنبات وكيقلوا الأكل في الليل كيلاحظوا أن الغازات ما كتبقاش، ليس هناك انتفاح ولا غازات ولا عسر الهضم. الناس اللي ما كيأكلوش في الليل، الناس اللي كيأكلوا في الليل كتزاد عندهم الغازات. الغريب في الامر ان البحث اللي كنا عملناه في الرباط، ان لقينا السله، لقينا درنا واحد البحث على سله المغاربه اثناء شهر رمضان، القفه مع الاسف يعني في الاستماره اللي كنا يعني خدنا واحد العينه كبيره من الناس، يعني اكثر من 600 شخص، ومن احياء شعبيه ومن احياء راقيه، يعني من يعني صدمنا ان الناس يقتنون ثلاث اضعاف الماكولات في شهر رمضان بالمقارنه مع الشهور الاخرى. صدمنا بهذه النتيجة، حتى أن لم ننشر هذا البحث، ما نشرناه لأنه بحث صادم. لماذا؟ لأنه يبين ويعكس أن الناس لا يفهمون السنة الكونية من الصيام، أن الناس خائفون من الجوع والعطش، أن الناس يعني كما نقول واحد المثل أمي مغربي، الناس كيأكلوا بعينيهم عليه، يعني كيشوف الأكل خصو يقتني خصو يكون عنده، وأن يكثر يعني الضياع أثناء شهر رمضان، وهو شيء يتنافى مع القيم الإسلامية. أنك تلقاو الخبز مرمي، تلقاو الكسكس، تلقاو أشياء يعني مأكولات مرمية هكذا في الشوارع والقمامات مملوءة، نعم. هذا يتنافى مع المقاصد الكونية لرمضان. إذن شكرا لكم دكتور على هذه النصائح القيمة، شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل تحية، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ترقبونا. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من ينشر الصباح ويرسل الرياح ويملأ البطاح برزقه الحلال.